من فترة طويلة كان يطرح رخص أو ما يسمى الرخص المنزلية، وهي الرخصة نسميها الرخص الحرة متناهية الصغر. هذه الرخص التي تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة إصدار التراخيص وشركات دون وجود موقع تجاري أو موقع يكون اللينك فيه هو الإيميل أو البريد المعتمد. طبعا احنا راح نصدر ان شاء الله باول يوم عيد، اللي هو راح يكون يوم التنفيذي الاول لهذا الرخص، باول يوم عيد بعد اول يوم دوام رسمي بعد اجازة العيد. رخص هي قرار يشمل فقط الكويتيين. الأنشطة المشمولة هي فيها كافة أنواع الاستشارات فيما عدا تلك الذي نظمها القوانين الأخرى. ضوابط وشروط التراخيص هو لا يقل عمر المرخص أقل من 21 سنة. اشترط أيضا عدم التعامل بالمواد الضارة بالصحة والسلامة والمحددة بالقرار الصادر من جهة الاختصاص البلدية أو أي جهات مختلفة. الأغذية ما راح تكون من ضمن هذه الأنشطة. هذه أعتقد هناك أول 20 ترخيص، وبالفترة القادمة سوف نبحث أيضا زيادة هذا العدد. نعتقد أن اليوم هذا القرار نعم ممكن راح يبلش بشكل أصغر مما كان أحد يتوقع، لكن سوف نطوره بالمستقبل.